بتحكوا عنها هلا؟ هلا احنا بس التعبير. هذا الدرس انت بتموتي فيه ها؟ فريره فيه. استاذ كيك كثير طيب، ماما عملته. ايه اذا ماما عملته بناكل. تذكري اخر مره حكينا عن الجمال؟ ايه. كاسه العصير العرقاني؟ وصفه كثير حلوه. ايه. والبير الغميق. اليوم بدنا نحكي عن الشغلات الحيه. حيه؟ استاذ انا كثير بخاف من الحياه. لا تشتغلي فيني. الشغلات الحيه قصدي الشغلات اللي فيها حياه، اللي فيها روح، يعني مثل بني ادم، حيوان. بس الجماد ما فيه حياه. الطاوله فيها روح؟ لا. طيب اذا حكينا مثلا عن الورد. الورده بتكبر، تشرب مي، تتنفس. انت بتحبي الاحمر ولا الاصفر؟ الاحمر. الاحمر. بس الورده الحمراء بتكون هيك ورقه لافين على بعضهم، بكون عليها ندى الصبح. ولا هيك ورقتين خضر من تحت. واذا حكينا مثلا عن العصفور، كيف بتضل بنطوته؟ من شجره لشجره، بعدين بيزع نبعه المي بيشرب. بعدين رد بيطير على الشجره لفوق. انت مين اكثر واحد بتحبيه بالعالم؟ ماما. ماما بتنحب. طيب شو رايك هلا تغمضي عيوني وتبلشي توصفي لي ماما؟ يلا. مساء الخير. اهلين ماما. اهلين صبا، مساء النور. اهلين حبيبتي. كنا بسيرتك هلا؟ بشو بقى؟ كان عندنا موضوع تعبير عن وصف الام. ايوه، معناتها رح تطن اداني كثير اليوم. طمني، ان شاء الله ما عم بتعذبك هالشقيه. اعوذ بالله، غنى بتعذب؟ غنى ما في منها. طولي بالك علي شوي صغيره، بدي خيلك اياها تسبق وسيم بالكتاب. هي يعطيك العافيه، عم نعذبك معنا. شو هالحكي؟ عذابك راحه. عن اذنك. صبا؟ هدول الكيكات اللي عملتيهم طيبين كثير. صحة وهنا.